طبعا أتفق ويتفق الجميع مع هذا، وإن كانوا يقرؤون الموضوع بطرق مختلفة. يعني الاسم المستعار أو الاسم الوهمي وجد منذ أن وجدت وسائل الإعلام، يعني كان هناك شعراء لا يفصح عن اسمه، كان هناك كاتب لا يفصح عن اسمه. نعم. لكن في الجانب الإيجابي لم تكن بهذا التوحش. يعني حاليا هناك من يقول مثلا أن من يستخدم الحساب الوهمي هو يعاني من خلل نفسي في التواصل مع الناس، هو لا يملك الشجاعة المواجهة. ليس هذا التفسير، ليس هذا هو يعني تبسيط مخل الأمور. أنا في تقديري أن هناك أمور أخرى، هو المحاولة للهروب من القانون. الحسابات الوهمية هي الهروب من القانون، هي فيها طفولية لزيادة عدد المتابعين، فيها يروجون لأشخاص أو المؤسسات أو يختبئون خلف أسماء حتى يهاجموا دول ومنظمات أو يهاجمون مؤسسات. هناك أسباب كثيرة غير الأسباب التي يعتقد البعض لبراءتها، أنه لا يحاول الظهور فيضع اسم وهمي. تدخل إلى مستوى الجريمة، تدخل إلى مستوى يجب أن يوضع حد لهذا الأمر. ما نقوم به حاليا أو ما يقوم به المشرع الكويتي حاليا ليس بجديد، سبقتنا في هذا الأمر أدوات التواصل الاجتماعي نفسها. يعني شاهدنا القضاء على الحسابات الوهمية من قبل إنستغرام وتويتر وفيسبوك. فهذا الأمر ليس طارئ وليس بدعة كويتية، بقدر ما هو أزمة دولية على كل المستويات، ويجب أن تقنن ويوضع لها حد. نعم، إذا ننتقل إلى صحيفة الرأي ونقرأ